خبر عاجل، جاءنا الآن المستشار تركي آل الشيخ يقرر إهداء الزمالك ومنحه مكافأة خاصة بعيدا عن مكافأة كأس السوبر المقررة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، 1.5 مليون دولار من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مكافأة من هيئة الترفيه لبطل كأس السوبر الإفريقي الذي يستحق عن جدارة واستحقاق هو وجمهوره العظيم. الزمالك النهاردة احترم كرة القدم فاحترمه الجميع، وكان في الميعاد رغم أنف الجميع. خش خش يا سعد. ليلة مية مية. Yeah.